نعمل الليمون المعصفر. الليمون المعصفر السريع، هنجيب كيلو ليمون، هنجيب كيلو ليمون ونحطه في ميه مغليه، ميه بتغلي زي المكرونه، ونسقطه في الميه اللي بتغلي لمده 10 دقايق لحد ما الليمون يفتح. واحنا قلنا ازاي نعرف ان هو مفتح، هنجيب معلقه كده ونشوف نغلبه هنلاقيه فتح 10 دقايق بالظبط، هتلاقيه فتح اغلب، لو تلاقي من الجنب كده مفتح ونغلبه تاني هتلاقيه مفتح. طبق كامل من المغلية نشوف ايه اللي حصل. من بقى بكم بيغلي لمدة 10 دقايق ونسيبه لحد ما الليمون قلنا هيفتح، بعد كده هنشيله من المية ونحطه في البطانية، نشيله. انا مش فاهمه ايه اللي بيحصل بس مفيش مشاكل، نحاول ان احنا معلش عشان عايزه الكاميرا تبقى معايا. تقريبا ده قعد ربع ساعه تقريبا لحد ما كله اتفتح، هنبتدي نطفي ونايه ناخده ناخده، اما نصفيه زي ما بنصفي المكرونه او ننشله بتاعه البطاطس اللي بنحمر بيها البطاطس، نشيل بيها البطاطس من الزيت نحطه في طبق، ونروح دلوقتي نحطه في بطرمانات على السريع. استنينا لحد ما نشيله من هنجيبه كده، فين في البطرمة. الموضوع سهل سريع مش محتاج اي ايه، يعني لولا ان انا تصوير وكده ممكن ياخد مني وقت اسهل واسرع من كده. عملنا البطرمة تماما ايه كده، بنقلب كده هنحطه وهو سخن كده لحد ما نملى طبعا، بس اهي كده لحد ما نملى طبعا، يارب تكونوا شايفين يعني اهو لحد ما نملى طبعا، وبعدين نحط طبقة الملح كده، وبعدين نعمل تاني كده. اللي عايز يزود العصفر والحبهان يزود، يعني كل واحد على حسب الرغبة بتاعته. كده مفيش اسهل من كده. وننزلهم كمان تاني اهي كده، دي مش مسلوقة، هنرجع نعمل ايه كده كفاية، يعني رشة اهي باينة كمان في الكتف اهي، ممكن نرش رشة تانية، نضغط شوية نحط لحد ما نملى البطرمان كويس، نرش من فوق لحبة البركة مهمة جدا، بتدي طعم حلو ونكهة جميلة للايه. نجيب بقى مية ونحطها فيها كده بالراحة.
على جنب كده لحد ما تتملي. ما بنحطش عصير ليمون، بنحط ميه بس لحد فوق كده، وبعدين ممكن نحط رشه ملح كده سريع من فوق بس. نجيب الغطا ونقفل، نسيبه لمدة من 10 أيام ل 12 يوم، 15 يوم بالكتير يعني. كل شوية نشقر عليه ونبص عليه نشوفه استوى ولا لا وناكله. وبالهنا والشفا، جميل جدا رائع. وبالهنا والشفا، هنكمل الباقي في رمضان تاني قدامكم. موضوع سهل مش صعب، واكيد ستات كتير عارفين الطريقه دي، وفي بنات كتير ما يعرفوش. هنبتدي تاني مثلا، هناخد دي فيها ميه، مش ما فيش مشاكل، احنا كده كده بنزود ميه. هنحط كده اهو، وبعدين دي نكمل بحبه البركه. وبعدين بس طبعا ايه، نعمل رشة بس، مش بنفتحه زي الليمون اللي كانت جدتنا وجدتنا بيعملوه، لا بنجيبها باقي الليمون. هو سخن حتى يعني، ما بنسيبهوش ايه يبرد على طول كده. ممكن تاني نعمل زقة شريحة كده، نحط الباقي كده. وبعدين نحط أبسط ملح في الآخر كده. طبعا احنا حسن مش محتاج ميه خلاص، او نقطه ميه. انا حاسه انه يعني عايز يتنقل، ممكن نجيبه في البطرمان تاني. حاسه ان البطرمان ضيق عليه مثلا اهو، سريع كده اهو. ممكن اهو بحيث انه ياخد الكمية كلها. من مع هيفضل معايا 2 3 يعني، ما ينفعش احطهم فين بقى الاتنين، اضطر ان انا انقلهم اهو. بطنات تاني عشان كده، البطنات دي يعني بتحاول ان احنا ما نرميهاش، تنفع في التخليل. عارفه ايه كده، محتاجه شويه ايه